إهداء من الشيخ عبد الله بن عبد الله الحصيني أفرح العروس للأستاذ صالح بن عواض الزايد. يا الزايدي مبروك 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 عرسك جعلها الله سعيد. جينا نشارك في فرحكم وناخوك ذلي فرحك ما للعيد من كبر تقديرك امشوا لك وهلوك جوك على الدعوة ولهم بعيد. يا سيدي مبروك 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 عرسك جعلها الله سعيد. جينا نشارك في فرحكم وانا اخوك دليل بالفرحة كمال العيد من كبر تقديرك مشولك وهنوك جوك على الدعوة ولهم بعيد من روسكم من فعلها ما بشكوك يعتب سلهلة وفعلا وكيد صالح ولد عواض صاحب كيف رح بك والأخصام الخافوك على العدو موسم بحبل الوريد عتبها تفرج على كل مزنون أهل وقفات صليب الحديد شيوخ ما تجامل مع كل صعلوك هل الشجاعة والمقام السديد والصلاة على محمد وآل عد من حج بيت الله وصام. يا سيدي مبروك 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 عرسك جعلها الله سعيد. جينا نشارك في فرحكم وانا اخوك دليل بالفرحة كمال العيد من كبر تقديرك مشولك وهنوك جوك على الدعوة ولهم بعيد من روسكم من فعلها ما بشكوك يعتب تلهلا وفعلا وكيد صالح ولد عواض ومنوم سلبوك وتنوم سلعز وفعلا مجيد صاحب كيف رح